السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا، وبقالنا كتير قوي ما عملناش فيديوهات مع بعض. جاي لكم النهارده بقى بفيديو سهل جدا لكل الناس المبتدئين او اللي ما بتعرفش تعمل كيك. هنعمل النهارده كيك البرتقال، بما ان احنا دخلنا في الشتاء والبرتقال بقى متوفر، فهنعمل النهارده كيك سهله خالص. الكيك بتاعه الشاي اللي بناخدها كده الصبح مع البرتقال او اخر النهار، شايفين هشة ازاي وعالية وما شاء الله مقاديرها مظبوطة جدا. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بعملها. المقادير بتاعتي هتحفظوها بطريقة سهلة خالص. 4 2 1 نص، معايا 4 بيضات، 2 كوباية من الدقيق، كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت او السمنة زي ما انتم حابين، وبيكنج باودر وفانيليا وبشر برتقال. وهنستخدم نص كوباية بس من عصير البرتقال ده. لو حفظتوها بالمقادير دي مش هتبقوا مضطرين ان انتوا تكتبوها، والمقادير سهلة خالص. دي مقادير مامتي في عمل الكيك. حطيت كوباية السكر ومعاها 4 وحدات من البيض كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدأ ان انا اضربهم بالمضرب كويس لحد لما البيض يعمل طبقة كده او يعمل فوم، يعلى شوية واللون بتاعه يبقى فاتح خالص واللون الأصفر ده يروح منه. بعد كده هبدأ بقى أضيف الفانيليا وبشر البرتقال علشان ريحة زفارة البيض، وهبدأ أضيف الزيت بالتدريج. أنا شخصيا بحب أعملها بزيت الذرة أكتر من السمنة، لكن لو حد حابب يضيف سمنة مفيش مشكلة خالص. بعد كده هبدأ أضيف نص كوباية من عصير البرتقال. طبعا البرتقال ده يكون برتقال بلدي ومتصفي. وبعد كده هبدأ بقى اضيف المواد الجافة اللي هي 2 كوباية من الدقيق، وحطيت عليهم كيس من البيكنج باودر، وهبدأ اضيفه بالتدريج للخليط السائل، وهقلب كده بالمعلقة. الدقيق ده انا نخله مرة بس هنخله تاني، لان كل ما الدقيق اتنخل كل ما هيديني نتيجة احلى للكيك، لان الهواء بقى بيبقى دخل بين الحبيبات بتاعة الدقيق كده، فبيديني نتيجة احلى وهشاشة اكتر للكيك. شايفين هفضل بقى ازود الدقيق لحد ما هنوصل للقوام ده، وبعد كده هحطها في صينية مقاس 26. هنزل طبعا كل فتفوتة من العجين بتاع او من الخليط بتاع الكيك كده زي ما انتوا شايفين. هدخلها بقى الفرن. الفرن هبقى مشغلاه من قبلها بشوية، يكون متسخن من قبل يعني، على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. وقبل ما هدخلها الفرن هعمل الدوائر اللي انتوا شايفينها دي بخلة الشيش طاووق علشان يبقى ارتفاعها كله متساوي من النص ومن الاطراف، ما تبقاش عالية من النص ومن الطرف نازلة كده، لا بتبقى كلها ارتفاعها واحد. شايفين ده كده شكلها بعد ما طلعت، هي لونها افتح من كده شوية. هبدأ بقى اقطعها كده واوريكم من جوه كمان قد ايه هي بتطلع هشة وجميلة، وريحتها ريحة البرتقال مع الفانيليا كمان كانت خطيرة ومالية البيت كده دفى في عز الشتاء اللي احنا فيه ده. الطريقة دي اسهل كيك ممكن تعملوها، وزي ما قلتلكو احفظوا مقاديرها 4 2 1 نص. مش هتتلخبطوا ابدا ولا هتنسوا المقادير دي. شايفين الارتفاع بتاعها قد ايه ولونها قد ايه حلو وريحتها كمان جميلة. اتمنى تعملولي لايك ونقول سلام.